أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. صدق الله العلي العظيم.